ما يدرون. يعني نفس الشيء، يعني الذين يقولون الصحابة كلهم عدول، هم يردون مئات الآيات التي تطعن في بعض الصحابة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا. هذا بعض الصحابة، بعض الذين آمنوا يقولون ما لا يفعلون، ومقتهم الله بهذا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب كيف نستطيع أن، منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فأن التجربة البرائية، فيه تجربة في تاريخنا الإسلامي وفي عقائدنا ناحية براءة، نبرأ الجميع، وعندما يحقق معنا سنكون متهمين لبعض هؤلاء. كيف؟ يعني السلفية مثلا يصرون على براءة معاوية، لكنهم أنفسهم يتهمون بدريين بالنفاق، مثل أو الجهالة في أو الضعف الحديث، مثل معتب بن قشير، مثل عبد مدلاج بن عمرو السلمي، مثل ما يعرفون. هم عندما يقولون الصحابة كلهم عدول، يتوقعون أن بعض من يتهمونهم من المنافقين ليسوا بدريين ولا صحابة، يتهمون المنافقين ظلما، يتهمون صحابة بأنهم منافقون ظلما. هذه العقلية السلفية هي عقلية القطيع، ليست عقلية التحقيق.